دفع فيها الثمن ثورة 25 يناير 2011، ثمن غالي علينا كلنا لا ننساه، ودائما نذكر من ضحوا من أجل الاستقرار ومن أجل التنمية ومن أجل الحرية ومن أجل العدل والكرامة والعدالة الاجتماعية. مر عام منذ وقفت بينكم في ميدان التحرير أؤدي قسم اليمين لتحمل هذه المسؤولية العظيمة في مرحلة حرجة يحدون الأمل في بناء مصر الجديدة التي طالما كنا نحلم بها.